إذا متابعي اس في جود، حنا الآن كنتواجدوا بالجامعة الترابية مول البرقي. حنا اليوم مع البطل ديال المغرب السي شرف البحراوي الحائز على الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للطبوريضة. هذا هو البطل ديال المغرب، وهذا هو البطل ديال إقليم اسفي والبطل ديال جهة مراكش اسفي اللي تمكن رفقة الفريق ديالو أنه هو الحمد لله يخلي راسنا مرفوع قدام المغرب كامل. وغنخليو شرف يعطينا الشعور ديالو اليوم بعدا بهذا الاستقبال اللي حضيته به اليوم في الجامعه الترابيه مول البرقي، وشفنا حتى الناس جاوا عندكم من مختلف المناطق ديال الاقليم اسفي. شو الشعور ديال شرف في هذه اللحظه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما نكون الا فخور بالاستقبال ديال الساكنه ديال المسقط الراس ديالي اللي هي جامعه مول البرقي، وبالضبط البحاره، لان الاسم ديالي كيتهز من القبيله ديالي اللي هي البحاره وانا كنيت البحراوي. ما نكون الا فخور باستقبال جميع الفئات، رجال، نساء، اطفال، كلشي فرحان، كلشي فرحان. زائد استقبال ديال الجمعيه ديال التيكواندو اللي قدمت واحد العرض جميل امام الفريق ديالنا. كنشكر رئيس الجماعه اللي ساندنا منذ زعما التسجيل ديالنا بالمباراه الجهويه اللي قامت بمدينه الشماعيه، عطانا الدعم المادي والمعنوي. كنشكر الفريق من هذا المنبر، من كما كيقولوا البارديه من المعزل المعزه، العماره كيلعبوا واحد الدور، يعني كاين الناس اللي خدموا في الكواليس اللي ما كنشوفوهمش بزاف في فيسبوك في الميديا، تقريبا العماره كيلعبوا واحد 70%. الطاقم التقني، الناس اللي عطاونا الخيول ديالهم، ما ننساوش محمد لائق رئيس الجمعيه ديال الجمعيه ديالنا ديال التبوريده ديالنا اللي هي سميتها جمعيه منتخب النور للتبوريده. ما ننساوش الاب الروحي ديال الفريق اللي هو الحاج ميلود، لكل كبيره وصغيره والفريق كامل كيعطي يعني كيصغي الفريق كامل، اللي عنده مشكل، اللي فرحان، اللي باكي، كل شيء كيتحمل زعما العناء ديال الفريق كامل. كنشكر السيد العامل اللي صراحه في اول البطوله ديالنا التاهل ديالنا لدار السلام استقبلنا وعطانا زعما المعنويات باش الفريق يمشي في زعما حله ديال التنافس. شجعنا، شفنا ايضا حتى الزياره ديال رئيس المجلس الاقليمي اليوم عندكم هنايا، وبعض السياسيين اللي حضروا معكم وبعض المنتخبين. شنو الميساج؟ نكمل لك بعدا اطوار المباراه. مشينا على اتم الاستعداد لدار السلام. وفقنا الله، احتلينا الرتبه الثانيه. كان واحد استقبال من السيد العامل مع السيد الرئيس المجلس الاقليمي. داروا لنا استقبال خاص في العماله، زائد ان رئيس المجلس الاقليمي شجع الفريق بالدعم الثاني، مادام ان اول مره مدينه اسفي غتحتل على الرتبه الثانيه وطنيا، عمرها ما احتلتها. زعما في اجتماع كان زعما كنديو الهضره ونجيبوها، قال لي خصنا اكثر من هذا الشيء. الحمد لله مشينا لكاس محمد السادس وحنا عازيم على اننا ناخذوه، اما نبقاو حافظين على الرتبه ديالنا اللي هي الرتبه الثانيه وطنيا، او نحتلوا الرتبه الاولى. وهذا ما وقع، والحمد لله انا جد سعيد بهذا الكاس، لان هي الكاس الاولى في الحياه ديالي. ربما يجي كؤوس اخرى، ولكن ما عمر غادي يكون شعور بحال هذا. هذا اسبوع تقريبا ولا 10 ايام كنا تلاقينا فينا في الموسم ديال مول البرقي، وقلت لي باننا احنا جايين مشاركين في الموسم باش نفوجوا مع اولاد البلاد، وفي نفس الوقت تكون هو فرصه باش اننا ندربوا. نقدروا نقولوا بان المنطقه ديال مول البرقي ديما كتكون فيها الخير عليكم. بالنسبه نرجع لك، سولتيني على الموسم وعلى التدريب. فعلا الموسم كيرتبط بالعيد المولد النبوي، ما كانش فرق بينه وبين النهائيات ديال المعريض الفرس. قلنا احنا غادي ما الا ما ركبناش في الموسم راه ديال القبيله ما يمكنش، ما درناش لونطريما مختلفه على ذاك التاريخ جانا مع الموسم، قلنا غادي نلعبوا الموسم، زائد اننا نلعبوا تدريب، ما غاديش يعني نحكروا على الفرجه بزاف، ولكن غادي نشوفوا الفريق فين وصل في زعما في الفريق. الله يرحم الوالدين، يعني التقييم ديال الفريق فعلا ساعد الله في
الفراجه مع الجمهور، زائد تقييم ديالي الفريق ما زدناش، قلنا نقدروا كاع نزيدوا تدريب بلا بارود ولا كذا، ولكن ملي شفت زعما الفريق انه مستعد حبسنا التدريب. نعاود نهضر لك بزاف على الكاس شويه. انا بغيت نسولك على جديده، كيفاش دازت الامور تما فاش يلا وصلتوا هذيك الايام اللي كانت ديال التباري، كنتي كتشوف انك تكون ان شاء الله البطل؟ هو الطموح ديما كيكون حاضر هذا الانسان، ولكن كنتي كتشوف غتكون ان شاء الله في التتويج؟ حلمتوا بهذا الشيء وانتم في جديده؟ بالنسبه ملي كتكون كتدرب غير بوحدك، واخا كتشوف ان الفريق قادر على انه ينافس على هذه البطوله، ما كتاخذ واحد الفكره الا ملي كتشوف المنافس، كتولي مع المنافس. وحنا فاش ملي كتدير تقييم راسك، ملي مشينا عطونا اليوم الاحد واحد التدريب، درت تقييم بان كاينه فروق قويه، الى زعما تا مشينا ما شي نهار ما رديناش البال ولا شي حاجه، ولا ما حصلناش على شي تنقيط مزيان، غيبدا يبعدوا علينا. فعلا لعبنا يوم الثلاثاء، وهي هذه المرحله غادي نشرحها لك، هي كتقام على جوج المراحل بالنسبه للمباراه. كاين من يوم الثلاثاء اليوم الجمعه المعامل واحد، يوم السبت اللي هو النهائي كيكون المعامل جوج. يوم الثلاثاء الفريق ديالنا حصل على الرتبه الثانيه بفارق نقطه فاصله، يعني ما كاينش شي فرق كبير. من يوم الاربعاء اليوم الجمعه تصدرنا الترتيب العام في بفارق اربع نقاط فاصله شي كذا 40، يعني كان عندنا امتياز، زائد كاين تخوف مادام انك حصلتي على الصداره ما يمكنش لك ترجع لها. يعني زاد الحمل زاد قال علينا الحمل. يوم النهائي بزاف كنلعب على التركيز، فعلا هذا ما وقع. درنا اجتماع قبل ما نركبوا مع الفريق، قلنا بان اليوم النهائي يربح ولا يلعب. ركزنا على البارود، ركزنا على الجانب البارود. الحمد لله اننا كنا موفقين باننا فاش ملي درنا التدريجه لاول مره في حياتي، غادي نلاحظ الجمهور يتفاعل مع الفريق ديالي لجوج العوامل. العامل الاول لاننا سنين وحنا تنضحيو، اول مره غادي نكونوا في المركز الاول في المجموع العام، زائد اننا في ذوك الربع ايام كيسمع الجمهور بالقرب الجغرافي لمدينه اسفي، طلع بزاف الجمهور من مدينه اسفي، زائد المشجعين ديال الجديده لانهم ما بعادينش علينا، زائد الجمهور المغربي، زائد الجمهور داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. غادي يعني نزيد الناس على برا كيعرفوش. غادي نزيد نهضر لك مثلا على النهائيات. اللي عجبني في هذاك النهائي هو اننا يوم افتتح المعرض الامير مولاي رشيد، والختام كان الامير مولاي الحسن، ولي العهد مولاي الحسن، زائد ان مولاي الحسن هذه السنه قدم لي جوج كؤوس، تبارك الله، المرتبه الثانيه في دار السلام، وجائزه محمد السادس في معرض الفرس. من هذا المنبر كان الشعور ديالك في هذيك اللحظه وانت كتاخذ الكاس، شنو الشعور ديالك؟ شنو كان يفكر شرف تتويج الاقليم اسفي، جهه مراكش اسفي، شنو خاص معنا ديك اللحظه بالذات؟ كنبغي نقول الله يرزق الشفاء للملك ديالنا محمد السادس، وزائد ان كما قلت لك اللي قدم لنا الكاس هو الامير مولاي الحسن، اللي صراحه قبل ما ندخلوا للتباري كانت زعما الجروب ديالنا اليوم، كانوا جوج الجروبات في النهائي، كاين من حنا 18 صربه، كاين من 1 ل 9 الجروب ا، ومن 10 ل 18 جروب دو. يعني في هذاك الجروب الاول تلعب، ولكن ما حضرش ليه الامير. الجروب اللي كنا فيه هنا حضر الامير. سبحان الله العظيم، الصدفه هذه كانت زوينه. صدفه يعني حتى هذاك ان غيتفرج فيك الامير كيكون العطاء احسن. كتكون المعنويات مرفوعه مرتفعه. وبالنسبه للنهائي سولتيني على كيفاش جاك الشعور، هذا شعور لا واخا نبغي نقول لك كيفاش حسيت وداك الشيء، ولكن لا يمكن. وغنعاود نقولها بان هذه الجائزه ستبقى جائزه خاصه في الحياه ديالي، ولو انني نجيب اكثر ان شاء الله، ولكن هذه ستبقى خاصه. عندها شي رساله اخيره في حدود واحد 30 ثانيه، شي كلمه لهاد ليكيب وهاد الدراري هادو اللي كاملين ديولك. من المنبر ديالكم غنشكر الفريق كامل، وحنا كلغه البارديه نشكر من المعزل المعزى، زائد الاخوان اللي كانوا معنا في الاحتياط، ما يمكنش شي فريق يلعب بالاحتياط واللي كيكون نازل كيهز على الضغط اكثر من اللي راكب، زائد العماره،
زائد جنود الخفاء ديال الفريق، زائد الناس اللي ساهمت معنا بالخيول اللي ساهم معنا بكثير والقليل، زائد الجمهور ديالنا وبالتشجيعات ديال الجمهور، راه الفريق زعما تحمس يوم النهائي. كنعاود نشكر الجمهور بزاف بزاف. شكرا شكرا، تبارك الله عليك خويا شرف. الله يكرمك. الله يحفظك.